السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم مع سعاد فلوغ، فيديو جديد. مهم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وجدت مرحلة نوجد معكم الكتف ديال الخروف ديال العيد، باقي لامه. جاية عندي اليوم الوالدة واختي. هذا نفس الفيديو اللي طيبت فيه الدجاج، غير باش ما يجينيش فيديو طويل، درت كل حاجة بوحدها. بالنسبة اشني نختار ليه الثومة، هاي قشرتها. وهنايا عندي الكركم، عندي شويه الابزار، عندي الزعتر واليزير، عندي الزبده، عندي واحد نص معلقه ديال السمن، نص معلقه ديال الفلفل الاحمر، شويه سكينجبير والملح. الشيء اللي غنحتاج، غادي نشد هاد الكتف، غادي نثقبو مزيان على الجوانب بجوج، ونخشيها الثومه، نخشيها لي في هذوك الثقاب اللي درت من جوج الجوانب. وغادا نخلط هاد التوابل وغندهنو كامل، وغنسد عليه بهاد البابي ديال الطبخ، ومن تحت البابي الومنيوم. دائما بابي الومنيوم ضروري ما نديروش بوحدو منه اللحم، حيت فيه واحد الماده سامه. داكشي علاش كنستعمل هذا ديال الخاص بالطبخ، هذا البابي الومنيوم كنديرو من الفوق باش يسد ليا على اللحم ودغيا يطيب. المهم احبابي، ندهن الفخذ ورجع معاكم من بعد. المهم احبابي، كما كتشوفوا، سمحوا لي قبيله قلت الفخذ، الكتف بعد ما دهنتو على هذا الشكل صافي. دابا جات مرحله انني غادي نزير عليه مزيان، نسد عليه، ما يبقاش منفس من شي قنت، وندخلو الفران ونخليه تقريبا حد ساعة ونص او لا تل ساعتين تل ما قانا. مهم احبابي، كما كتشوفوا بالنسبة للكتف، انا كنحضر يعني المرافقات اللي غادي ندير معاه، يلا شوية الباربة وشوية الجزر وبطاطا فقط. هادو هما المرافقات اللي غادي ندير مع الكتف، ما بغيتش نكتر بزاف. ورديجة انا دايره الدجاج، والله يجعل البركة. خيزو الباربة تسلقو، بطاطا راه مازال شوية تا هي غتسلق، وغنقطعها وندير معاها غير شوية زيت العود، شوية الإبزار والملح. المهم أحبابي، هادي هي الطريقة النتيجة النهائية ديال الكتف. ها هو زينتو على هاد الشكل، جا محمر، نتوما راه طايب كيما كتشوفو، اللحم هرب على العظم. نتمنى هاد الفكرة تعجبكم، كون في حسن الظن ديالكم، وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم. وان شاء الله نتلاقاو فيديو قادم. السلام عليكم.